أنا دكتور عبد العزيز بلال، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام في طب اسكندرية. يمكن النهاردة بنتكلم على موضوع يهم كتير جدا من الناس، وهي الأورام الخبيثة. معدل الإصابة بالأورام الخبيثة في مصر هو نفس المعدل العالمي في معظم الأورام. يمكن في ناس فاكرة إن في معدلات زيادة، ولكن احنا بنأكد ان هي نفس النسبة. عندنا بعض اورام فعلا زادت نسبتها، وده بسبب متغيرات كتيرة، اهمها سرطان الكبد. يمكن سرطان الكبد بنشوف دلوقتي معدلات عالية جدا 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 موجودة في مصر، وده بسبب الاصابة بفيروس سي. نفس معدلات الاصابة العالمية في الحاجات التانية هي نفس النسبة العالمية، ولكن مهم جدا بالنسبة للمرضى دول ان احنا نكتشف الاورام دي في مراحلها المبكرة، لان في فرق كبير جدا بين ان نكتشف المريض في مرحلة اولى او تانية، وان انا اكتشفه في مرحلة رابعة بالنسبة للعلاج المختار والمستخدم، وبالنسبة لنتائج العلاج. يمكن احنا عندنا في طب اسكندريه وفي واعتقد في كل مراكز الاورام اللي منتشره جدا دلوقتي في مصر، احنا بنقدم خدمه الاكتشاف المبكر لهؤلاء المرضى، اللي عايز ان هو يطمن على نفسه، سواء عن طريق التحاليل سواء عن طريق الاشاعات المختلفه. هذه الخدمه متوفره وبنقدمها لكل المرضى. عندنا في طب اسكندرية بنعالج الأطفال والكبار، كل العلاجات موجودة، كل العلاجات بنحاول نوفرها على قدر الإمكان. الحقيقة عندنا صرح جديد افتتحناه في طب اسكندرية، وهي مستشفى برج العرب لأورام الأطفال. ده بالإضافة لقسم علاج الأورام في كلية الطب. وعندنا حلم جديد إن احنا بنسعى له دلوقتي، إن احنا بنسعى لإقامة قسم جديد لعلاج الأورام شامل كل الأجهزة الحديثة جدا والعلاجات الحديثة، على أساس إن احنا نقدم خدمة لهؤلاء المرضى.